اهلا بيكم في الشارع الابيض، مساهمات واهداف واسيستات ولسه بيجري وبيعافر وبيحاول. مازال بريق شيكابالا لم ينطفئ بعد، ومازال قادر على العطاء وقياده الزمالك للانتصارات في اي وقت. انت بقى كمشجع زملكاوي تحب تقول ايه لشيكا، وتفتكر المستوى اللي بيقدمه ده هيخليه قادر انه يقعد في الملاعب كام موسم كمان؟ تعالوا نروح نشوف ردود جمهورنا ونرجع لكم مره تانية. محمود عبد الرازق، حسن فضل الله، شيكابالا ساحر. ممكن نقول في فرق بين المزيكا وكرة القدم. اللي بيعمله محمود عبد الرازق شيكابالا في الملعب ده مزيكا، متعه. انا بقعد اتفرج على الزمالك عامه وعلى محمود شيكابالا عامه، عايز الكرة دايما تبقى في رجله، عايز استمتع، عايز. انا كل ما بيمر يوم وشيكابالا في الملاعب انا بزعل مش بفرح والله، لان احنا هنتحرم من اعظم واجمل موهبه عبر التاريخ، في تاريخ الكره المصريه كلها، مش في تاريخ نادي الزمالك. شيكابالا فخر وشرف عظيم للكره المصريه ان يبقى موجود فيها محمود عبد الرازق شيكابالا. شهاده جديده عليه، ده طبعا بيمثل كابتن نادي الزمالك وكابتن مصر، وده طبعا من ضمن الناس اللي هم يعتبروا في نادي الزمالك ان طبعا العين عليه دلوقتي، ان لازم طبعا يكون في نظره للمنتخب مصر. ده طبعا بيمثل نادي الزمالك ويبقى دعم قوي قوي مش نادي الزمالك لمصر كلها، وده مش عاده الكابتن شيكابالا. ده طول عمره بصراحه ده احنا مسمينه نجم مصر ونجم نادي الزمالك ونجم افريقيا كلها. كابتن شيكابالا بصراحه من احسن اللعيبه الموجوده في مصر، وموهوب وعنده موهبه كبيره جدا جدا جدا. اتمنى ان احنا نحافظ على الكابتن شيكابالا. ليه؟ لان نادي الزمالك نادي كبير. اقول له اسطوره، شيكابالا ده اسطوره الكره المصريه. انا راجل اهلاوي بس شيكابالا بمتعني، وانا راجل اسواني برضو يعني بلديات. كابتن شيكا يعني واحد من اعظم اللعيبه في تاريخ الزمالك، وانا عايز اقول له ان قد ايه انا بحبك يا شيكا، وبتمنى شيكا يكمل معانا كتير، وبتمنى شيكا يرفع دوري ابطال، لان ده حلم وحلمنا يعني من سنين. يعني يا جماعه مهما قلنا اكيد احنا مش هنقدر نوفي حق شيكابالا اللي ياما يعني امتعنا في الملعب ولحقنا كتير، وشفنا منه زي ما قلنا من شويه اهداف ولا اروع، شفنا اسيستات، شفناه وهو قائد جوه الملعب وهو قائد بره الملعب، شفنا منه كتير قوي مهما اتكلمنا عنه ومهما قلنا في حقه كلام كبير. يعني مش هنوفي حقه، هو هيظل ايقونه نادي الزمالك مهما عد من الوقت.